اليوم سنينا اتفاقية شراكة ثانية اللي عندنا واحد اتفاقية أولى على التمويل ديال الكسابة ديال اللي كيتعاملوا مع نيسلي ماروك، ولكن اليوم خصصناها التربية المالية ليديكاسيون فينونسيير اللي عندها جوج المحاور. المحور الأول هي الثقافة على شنو هو الحساب البنكي والتسهيل ديالو والناس يفهموه مزيان معاملات، وكذلك تكوين في ميدان تربية الماشية وخصوصا البقر الحلو. وهذه التربية غادي تخص تقريبا 12,000 فلاح من ضاوي في 123 تعاونية اللي كتعامل مع نيسلي. Pour que la collecte de lait soit une activité encore plus lucrative pour les fermiers au Maroc, et le Crédit Agricole va nous aider à progresser dans ce sens. Donc on est très heureux que Nestlé Maroc et le Crédit Agricole du Maroc soient partenaires sur cette activité. Comme vous l'avez vu, il y a eu un accord على جوج ديال الاتفاقيات مهمة، اتفاقية شراكة الأولى مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتتهم تمويل الفلاحة المستدامة بطبيعة الحال بما في ذلك المحافظة على التربة، اقتصاد الماء، الطاقات المتجددة، إلى آخره. هذه الاتفاقيه المبلغ ديالها 50 مليون اورو، وفيها كذلك واحد الجانب ديال المواكبه التقنيه اللي غيتساهم في تقويه القدرات ديال الاطر القرد الفلاحي وكذلك الفلاحه المستفيدين من هذه القروض. هذه الاولى. الاتفاقيه الثانيه وقعناها مع البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه، المبلغ ديالها 20 مليون اورو وتتهم تمويل المشاريع الخاصه بالمراه المقاوله والخصوص في العالم القروي، ففيها المراه اللي تتسير ضيعه فلاحيه، فيها المراه اللي تتراس تعاونيات نسويه، فيها المراه اللي تتسير وحدات ديال الصناعه الغذائيه، فيها كذلك النساء اللي حاملات لمشاريع صغيره جدا ديال مضره للدخل، وهي كذلك فيها واحد مواكبه تقنيه نفس الشيء لتقويه القدرات ديال الاطر القرد الفلاحي وديال المستفيدين النساء من هذا السلف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.